صباح الخير عليكم البنات، فلوج جديد، روتين جديد. اليوم سبت وفقت باش نصايب فطور ونفطر مع بعضياتنا كفطور عائلي. من بعد ما اخر فيديو كنت حطيتو لكم كان ديال التجهيزات اللي درت المفاجاه للزوج ديالي، وعلاش لا نفطروا فطور رومانسي هذه المره. غالبا شحال من مره كندير معكم هذا الفطور الرومانسي، مي دائما نهار اللي ما كيكونش عنده الخدمه كنحاول نفطر مع بعضياتنا، حيت السيمانه كامله ما كنفطروش مع بعضياتنا، كل واحد كيفطر بوحدو، هو تيفطر بوحدو كيمشي للخدمه، عاد كنرجع انا كنفطر بوحدي. فعلاش لا البنات نفطروا مع بعضياتنا واحد المره ولا جوج مرات في السيمانه، علاش لا. فطور ديال اليوم بره ديال اتاي، شويه ديال الديسير، شوكولا، درت هنايا شويه ديال املو وكوفي ديال روسيت العود، عاود درتهم من الجهه الاخرى شويه ديال بان دومي اللي انا عاصي حيت ما بغيتش اتاي. ويلا هو البنات باش تفطروا معايا، بقاو حتى الاخر ديال الفيديو ان شاء الله، حيت عندي لكم واحد الوصفه غنديرها اليوم باش نمشي للحمام ونجي معايا بنتي باش ندوشو. وباغا نوريكم واحد الحل اللي هناني 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 البنات من تساقط الشعر في مره، لانني جربت حتى عييت، ولكن هذا شي حاجه سبيسيال، بغيتكم كامله تجربوا وتخلوا لي تعليقاتكم، وبقاو ما تزابيوش حتى تحضروا معايا ان شاء الله هاد الوصفه هادي. فوالا البنات يلا تغدينا، وجيت باش ندير معكم الوصفه اللي قلت لكم اللي مهمه بزاف بزاف الشعر، اللي صوبات لي شعري بهذا المعنى، كاع الناس لاحظوها، خصوصا انا شعري ما بقاش الحمد لله كيتساقط. ديجا كنت بارطاجيت معكم واحد لو شامبوان كان زوين، ولكن هذه الوصفه هذه الا قلت لكم دقبت لها شعركم. اول حاجه البنات هو هذا الزيت هذا اللي انا مصايبه، شحال من مره تنقول لكم بان انا كيعجبني الخلطه الزيوت، بالحق هذا درت فيه خلطت بين الزيوت الاساسيه والزيوت شنو كيقولوا لهم العاديه. بالنسبه للزيوت العاديه شنو اين زيوت درت، درت زيت جنين القمح ياك البنات، درت زيت ديال اللوز الحلو، ودرت زيت ديال العود العاديه الفيجيتال، درت الزيت ديال الارغان بيو. شنو مازال البنات بلاتي نعقل، ودرت الزيت ديال الجوجوبا، درت الزيت ديال السيزام يعني ديال الزنجلان البنات، ودرت الزيت ديال ديك لا فيتامين او. تعرفوا البنات لا فيتامين او راه مهمه الشعر وغزاله بزاف، لا فيتامين او زوينه زوينه بزاف بزاف للشعر. بالنسبه للبنات الزيوت الاساسيه اللي استعملت الزيوت ديال ليسونسييل ديال الخزامه، استعملت الويل ايسونسييل ديال المانت بوافري، داك اش كيقولوا ليه النعناع، النعناع ما عرفتش شي حاجه بحال هكا، النعناع الحرش وقيله، واستعملت السدغ ديال الاطلس، الزيت ديال السدغ داتلاس، و الويل ايسونسييل ديال بابلوموس، والويل ايسونسييل ديال السيترون. هاد لي زويل ايسونسييل البنات درت منهم جوج قطرات، جوج 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 من الواحد ما كثرتش، والويل ايسونسييل ديال الخزامه صافي. ديجا قلت عليكم البنات وما عرفتش واش قلت ولا لا، المهم هادشي ما كان. بالنسبه لهاد الزيوت خلطتهم البنات كاملهم هنايا، وكنشقق بهم دائما شعري قبل ما نستعمل هاد الوصفه، كنشقق شعري عاد كنبدا نستعمل الوصفه اللي كندير.
اول حاجه في هاد الوصفات اللي خصهم ضروري يكونوا عندكم هما هاد جوج ديال الحاجات لا بودغ ديال الشيكاكي ولا بودغ الامله لا بودغ ديال الامله غتمشيو عند العطار وغطلبوها ليه وغيعطيها لكم هي سميتها بالعربيه عشبه الاملاج عقلوا عليها البنات عشبه الاملاج خطيره خطيره ضد تساقط الشعر وكاينه لا بودغ داملا وكاينه لا بودغ ديال شيكاكي انا وريتكم هاد جوج ديال الانواع اللي انا كنستعمل ممكن نتوما تستعملوا ماركه واحده اخرى المهم انا نزلاتهم هنايا هكا كيفاش كيكون الالوان ديالهم ثاني حاجه غادي نستعملوها اللي هي القرنفل والورد مطحونين مع بعضياتهم القرنفل والورد مطحونين مع بعضياتهم اول حاجه غادي ناخذهم غنخلط كل شيء هادشي هنايا البنات وغادي ننزل تقريبا واحد 3 المعالق ديال الورد صدقوني هاد الوصفه خطيره غير هو راه كتبقى الريحه ديال القرنفل في الشعر ونسيت راه كندير الويل اسانسييل ديال اليازير البنات خصكم ضروري ديروه ما عرفتش واش قلتو لكم ولا ما قلتوش لكم المهم هذه هي الوصفه نزيد باقي وحده من القرنفل ونتوكل على الله نزيد الماء الطايب ما يكون طايب البنات ماشي سخون وغادي نبقى كنحرك هذا الشيء فوالا لا بالنسبه لهاد الخليط البنات ما خصوش يكون ثقيل وما خصوش يكون خفيف يعني خصو يكون بين وبين وكت الله على ريحه الورد شحال زوينه ما شاء الله جات فيه ريحه الورد غزاله غزال 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 بزاف حاولوا البنات ديروه دابا قبل ما دخل الشتاء حيتاش بحال هادو الا كتلبخوهم في الشتاء كيبرد عليكم راسكم حاولوا ديروا شي حاجه تتقرب ولا كاع تتكوني وسط الحمام عاد لبخيهم باش ما حيتاش الا برد عليك راسك وانتي في الدار راه صعيبه حاولوا تخلطوهم وديروهم في واحد البواطه عاد سيروا الحمام وديروه ولا 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 كنتو غادي بحال هاد الوقيته هادي ديال الخريف ماشي مشكل تقدروا تلبخوهم عاد تمشيو انا دابا غادي نلبخوهم ليا ولبنتي ونمشي بسم الله صافي هادي هي هادي هي شتوها ما هي جاريه ما هي ثقيله شتوها بحال هكذا ونلبخ بها لي غاسين ديال الشعر غتمشوا اللي غاسين ماشي مشكل الجذور جذور ما عندنا بهم غرض لي بوينت ما عندنا ما نديرو بهم اهم حاجه هما الجدره ديال الشعر الجلده كاملها تشقق 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 مزيان وتماصيو وتبقاو كتلبخوهم صدقوني الشعر ديالكم غادي يتغير هادي ضمانه من عندي البنات خليوني من دوك الوصفات الخاويه ديال اليوتيوب جربوا هادي وردوا عليا الخبر شي حاجه واعره البنات والله العظيم الا شي حاجه خطيره بزاف نمشي انا للحمام ديالي نطليها قبل ما بردت ليا ونمشي للحمام ديالي ونتلاقاو من بعد باش نوجدوا الكوطه ديالنا بنات بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو ديال هاد لي بانكيك اللي غندير معكم اليوم ساهلين ماهلين واي وحده فيكم تقدر تصاوبهم غادي تحتاجو فقط لواحد البيضه 3 المعالق حتى 4 المعالق كبار ديال السكر سنيده غتحتاجي 3 المعالق ديال الزيت واحد الخميره ديال الفاني واحد الخميره حمراء 250 غرام ديال الدقيق و200 مليلتر ديال الحليب اول ايطاب كديروها هي انكم كديروا البيض مع السكر ومع الزيت وكتضربوهم مزيان مع الخماره ديال الفاني عاد كتزيدوا 200 مليلتر ديال الحليب وعاد كتخليو الدقيق والخماره الحمراء حتى لاخر لقطه وكتخلوهم يخمروا على الاقل واحد ساعه المكانه ولا نص ساعه المكانه على حسب جهدكم المهم نتوما شوفوا نتوما من 20 دقيقه تقريبا نص ساعه حتى لساعه المكانه باش ما خليتو كيجي زوين كيجي غليظ ومفشفش وكتهزوه تطيبوه في المقله غادي تشوفوا دابا كيفاش غادي تدوروا عادي وتطيبوا عادي وان شاء الله تجربوا هاد لا غوسيت وتعجبكم Thank you.
البنات هذا هو البانكيك ديالنا الا شفتوه كيفاش جا قالت لي وحده كطيب ها هي هذا نحيدها ونطفي البوطا وهنا معكم هانتوما البنات هذا هو الشكل ديال لي بانكيك ديالنا كيجي غليظ وزوين وكي كتشوفوا صادق وناجح 100% انا البنات ما قديتش لهم الدوره مزيان وبالحق الا كانت عندكم ديك المقله الصغيره انا ما بغيتش ندير فيها كندير في هذوك بيبرين وكطيبوا فيهم شوفوا البنات كيجي خزال ورطب وزوين زوين زوين بزاف وكيف شفتوا راني صايبتو غير بواحد البيضه جربوها البنات وردوا عليا الخبر ان شاء الله غادي يعجبكم انا دابا غادي نمشي نزوقهم وان شاء الله نوجد لهم الكوتي ونتلاقاو من دابا شويه فوالا البنات هادو هما لي بانكيك وهاهم الصواق ديالهم حاولت البنات نزوقهم ب لي سيريز لي فرامبواز البنات مشفين مع الكيوي غزالين وذوبتهم صوص ديال الشوكولات وهذه هي الطبله ديالتي من بعيد سبق انا كلشي باين ليكم و هنايا درت ميل فوي شويه ديال السوفلي وواحد البراونيز هنايا والبره ديال اتاي قرعه نوتيلا هي تا وهذوك لعيبات درت فيهم شويه ديال العسل الكوفيتير والفرماج وصافي هادشي ما كان كانت هادي هي الطبله ديالنا خفيفه ظريفه هذا هو الشكل ديالها البنات حاولوا زعما ما تعكزوش على لي طابل ديالكم حاولوا ما تعكزوش على كيفاش كتحطوا الماكله حاولوا تصايبوا شهوات لوليداتكم لداركم حاولوا تسعدوا راسكم حيتاش هاد الحوايج والله العظيم انا فاش كنبقى قداري نقيه وكنبقى نجمعها وكنبقى نصايب شي حاجه لوجدها للدار وداكشي كنلقى راحتي فحاولوا البنات تعطيو راسكم طاقه ايجابيه واللي كتفرج فيا دابا وكان الحال باقي ما نتدير نوت دير شي كوتي و من تلقى من هنا لواحد الفيديو جديد ان شاء الله ما تنسونيش الا كنتو بنات جدادات سيروا جيبوا دوره على لاشين ولا عجبتكم ما تخليوش ليا اللايكات ديالكم وتخليو ليا اشتراكات ديالكم وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي حاجه جديده بالنسبه للبنات الزوينات اللي متابعيني ديما كنقول لهم تنبغيكم السلام عليكم حتى الفيديو الجديد ان شاء الله ما تنسوش تجربوا الوصفه ديال الشعر غادي تعجبكم